وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف الصحفي معتصم عابد. معتصم، كيف يبدو الوضع الميداني في كييف بعد هذه التطورات؟ نعم، تم إطلاق 18 صاروخا من طراز كروز من جهة بحر قزوين في الشمال، ومن طائرة تو 95 حسب ما أعلنته الدفاعات الجوية الأوكرانية، التي أكدت بأنها أصابت 15 منها خلال هذا الهجوم المكثف على أوكرانيا. صادرات الإنذار دوت في تقريبا بين الساعة الثالثة والرابعة فجرا، واستمرت لمدة 3 ساعات حسب ما أعلنته الإدارة العسكرية لمدينة كييف. هذا هو الهجوم الثاني خلال 3 أيام العاصمة كييف، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الاتحاد العسكرية في كييف مخيلو شيمانوف، والذي أكد بأن الدفاعات الجوية أسقطت كافة هذه المسيرات والصواريخ تحديدا في سماء العاصمة بدون إصابات بشرية ولا وقوع أضرار مادية حسب ما أعلنه شيمانوف. هذه التطورات تأتي بعد تصريحات ايضا لهان منظمه القوات الروسيه وميليشيات واغنر قد حققت تقدما ضئيلا في بعض مناطق باخمت، ولكن اكدت في نفس الوقت بانها لا تسيطر على المدينه بشكل كامل، رغم انها ترمي بكل ثقلها وتستميت من اجل السيطره على المدينه. ايضا اعلنت القياده العسكريه او البيان هيئه الاركان العامه للقوات المسلحه الاوكرانيه عن فضلها 36 هجوما خلال 24 ساعة الماضية، وأيضا أكدت بأن باخموت ومارينكا هما لا زالتا بؤر الصراع وتشهدان كثافة في العمليات العسكرية والهجومية بشكل عام، ولكن المحاور أو الهجمات التي قامت بصدها القوات الأوكرانية هي في محاور باخموت، مارينكا، وأفديفكا وليمان. وأكدت بأن القوات الأوكرانية قد استهدفت 5 تجمعات لميليشيات فاغنر والقوات الروسية وعدد من مستودعات الذخيرة والمدافع أو راجمات الصواريخ. أيضا نتيجة الاستهداف الصاروخي في دنيبرو بتروسك وسط أوكرانيا، أعلن عن إصابة 25 مدنيا من بينهم 3 أطفال نتيجة الهجمات الروسية ليلة أمس. القصف حسب الإدارة العسكرية في دنيبرو بتروفسك طال عدد من المباني السكنية والمؤسسات التعليمية ومحال تجارية في دنيبرو بتروفسك. أيضا كان هناك استهداف في جنوبي البلاد، تحديدا المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا من مدينة أو إقليم خيرسون، حسب ما أعلنته القيادة العسكرية هناك، التي أكدت مقتل مدني واحد وإصابة 3 آخرين من بينهم طفل. طيب، هذا عن الوضع الميداني معتصم. ألا يوجد أي تطورات على المستوى السياسي، أي تصريحات رسمية فيما يتعلق بهذه الأزمة، أم تجمد الوضع عند حد العمليات العسكرية فقط؟ الوضع حتى الآن يتحدثون عن العمليات العسكرية والتكتم على الهجوم المضاد أو موعد الهجوم المضاد. تصريحات بالأمس كانت لزيلينسكي بأن الهجوم المضاد سيبدأ بدون انتظار المزيد من الأسلحة، وتحديدا الطائرات الحربية لسؤاله عن إذا ما كانت أوكرانيا القيادة العسكرية الأوكرانية ستبدأ العملية أو عملية الهجوم المضاد أم أنها ستنتظر المزيد من الأسلحة، لأن الحديث يبقى عن أن أوكرانيا لا تتحرك في مسألة الهجوم المضاد، وأكد بأن هذا القرار هو شأن خاص بالنسبة للإدارة العسكرية والقوات المسلحة الأوكرانية. شكرا جزيلا لك من كييف الصحفي معتصم عابد، شكرا جزيلا لك.